مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عندهم حملة، يعني هم ما شاء الله مستمرين في حملاتهم في كل سنة، عندهم حملة في 2021 اللي هي حملة الزكاة، زكاتكم لتعليمنا، جزاهم الله خير، باذلين جهد كبير في حملاتهم ويسعون بشكل دائم. بنتكلم أكثر عن هذه الحملة وحملة الزكاة وشو الهدف منها وتفاصيل كثيرة. تنضم إلينا الآن عبر الهاتف سعادة منى عبد الكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. أستاذة منى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا أخي أحمد، حياك الله، كيف حالك؟ طيبة إن شاء الله. الحمد لله بنعمة، الله يسلمك. الله يسلمك. زكاتكم لتعليمنا، كلمينا عن الحملة هذه وشو الهدف من الحملة اللي هي طبعا بتكون 2021، حملة للزكاة. أول شيء نبارككم بقرب شهر رمضان المبارك، شعب الإمارات والمقيمين على أرض الدولة. طبعاً حملة الزكاة هي حملة إعلانية توعوية تنظمها المدينة قبل وطوال شهر رمضان المبارك من كل سنة. طبعاً المدينة بدأت الحملة سنوات يعني قديمة من سنة 1989 وما زالت مستمرة بهذه الحملة. هاي الحملة اللي تنظمها المدينة طبعا توجه أفراد المجتمع والمؤسسات للمشاركة بزكاة أموالهم وصدقاتهم لذوي الإعاقة المنتسبين لمدينة شارقة الخدمات الإنسانية. طبعا احنا عندنا ما يقارب 1923 طالب ملتحق عندنا بالمدينه، وهي الزكوات كلها تروح للطلبه الغير مقتدرين على سداد الرسوم التعليميه والتدريب والتاهيل، للغير قادرين على سداد الرسوم. بالنسبة للأهداف الحملة طبعا هو دعم الخدمات التي تقدمها للأشخاص من ذوي الإعاقة مثل ما قلت، وسداد الرسوم الدراسية للطلبة، وتوفير بعد أحدث التقنيات المساندة لتعليمهم. أنتم عارفين المدينة ما شاء الله يعني مستمرة في الخدمات حتى في أثناء جائحة كورونا، يعني إحنا ما توقفنا من الخدمات التعليمية ولا العلاجية بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ودائما نتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية، وهذا يساعدنا طبعا، يساعد يعني مشاركة المجتمع على توفير هاي الأموال والزكوات للأشخاص ذوي الإعاقة، يكون في نوع من الاستمرارية في للطلبة بأفضل الممارسات. نعم أستاذة منى، أبغى أتكلم عن شعار الحملة، شو المقصود من شعار الحملة؟ زكاتكم يعني زكاتكم لتعليمنا، يعني احنا هنا شعار الحملة هذه هي دعوة لأبناء المجتمع كي يساهموا بزكاتهم في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة. وطبعا بالنسبة احنا للمدينة حسب يعني أبين هي كيفية صرف أموال الزكاة حسب المصارف الشرعية. فهذا يعني كل مبلغ يدخل للمدينة من الزكوات عندنا حساب خاص اساسا لهذه الاموال، وفي عندنا لجنه خاصه يعني مكونه من اشخاص من المدينه ومن خارج المدينه، انهم بعض الجهات الخيريه اللي هم معانا مشاركين، لتروح للاشخاص من ذوي الاعاقه مباشره. طبعا اكيد في دراسه حاله اقتصاديه للطلبه، في دراسه حاله اجتماعيه، ومن هذه الدراسه الحاله يبين عندنا مين الاشخاص اللي يعني يستحقون الزكاه. نعم استاذي، اذا نتكلم عن الاليه او عمليه انفاق اموال الزكاه طبعا المتبرع بها، كيف ممكن يكون؟ يعني بالنسبة للمساهمات المالية طبعا عندنا مصارف عن طريق مصرف الشرق الإسلامي، عن طريق بنك دبي الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، عندنا الرسائل النصية القصيرة أو الاتصال عندنا خط خاص لحملة الزكاة، يتم الاتصال ومندوب من المدينة يذهب لأخذ الأموال. نعم انزين، اتكلم كذلك بشكل اخر، اليوم في عدد طبعا للطلبه، هل في عدد معين عندكم للطلبه المستفيدين من صندوق الزكاه ممكن يكون بشكل سنوي؟
تقريبا هنا ما يقارب 500 طالب هم يعني يستفيدون من حملة الزكاة، ومن مختلف طبعا احنا كما قلنا مختلف الإعاقات مختلف الجنسيات مختلف الإعاقات ومختلف الجنسيات. طبعا هذه تتم عن طريق الدراسة عن طريق المدينة صحيح؟ طبعا احنا مثل ما قلت لنا في عندنا لجنة مختصة اساسا يعني لهذا الموضوع، لان يعني مثل ما عارفين الزكاة لا تروح لمستحقينها، وهذا الشيء احنا يعني نحرص وبدقة شديدة بالنسبة لعملية توزيع الزكاة على الطلاب ومتى احتياجهم اساسا لتوفير الرسوم الدراسية لهم. وهذا طبعا يعني توفير يعني المتبرع للزكاة أو الصدقات هذا يساعد حتى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، نمكنهم بالتعليم، نمكنهم بالدمج، نمكنهم بتوفير الأجهزة المساعدة والتقنيات المساعدة اللي هم يحتاجون لها للتعليم، وهذا يساعدهم بعدين في الانخراط في المجتمع بشكل عام. أتكلم كذلك عن نقطة أخرى سعادتك، اللي هو المستفيد اليوم. إذا نتكلم عن المستفيدين من هذه الحملة، هل هي فئات معينة موجودة في المدينة ولا كيف النظام يكون؟ يعني كل شخص يعني غير قادر على سداد الرسوم الدراسية من جميع فئات الإعاقة. إحنا المدينة يعني منذ تأسيسها سنة 1979 تقدم خدماتها لجميع فئات الإعاقة وجميع فئات الأعمار، من التدخل المبكر من سن الولادة لغاية توفير الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة لأن مركز مسارات حسب الاحتياج حسب حاجة الطالب نفسه، سواء الرسوم الدراسية أو حتى المعينات. يعني المعينات إذا بنتكلم عن المعينات، هناك معينات سمعية، هناك معينات بصرية، هناك معينات حركية، أجهزة خاصة لهم، فهم يحتاجون لهذه الأشياء. أكيد طبعا الطلبة بشكل عام التعليم هو مش فقط التعليم، يعني غير التعليم الأكاديمي، في تعليم يعني بالمهارات اللغة والنطق، العلاج الطبيعي والوظيفي، مهارات تنمية المهارات. فإذا احنا ما ساعدنا هذول الشباب أو هذول الطلبة أو المستفيدين من عندنا، أكيد يعني ما راح تتطور قدراتهم ولا يعني يقدرون يندمجوا في المجتمع. فالمساهمات هاي تساعد الطلبة على إدماجهم، تساعدهم، وهذا إحنا دائما نقول هذا حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إنهم يكملون في عملية التعليم وإدماجهم في المجتمع. مثل غير الطلبة الغير معاقين هم يعني أحيانا في بعض الجهات الخيرية تساعد في دراسة الأشخاص. يعني في تنسيق وتعاون بينكم مع الجمعيات الخيرية الرسمية كذلك أستاذة منى؟ في نعم، في خاصة مع جمعية الشرق الخيرية، يعني مشكورين دائما هم يعني متعاونين معنا في هذا الجانب، وصراحة دائما يعني سواء بالأجهزة التعليمية أو بعض توفير يعني المساعدات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى في بعض البنوك يعني هم ما شاء الله مثل بنك دبي الإسلامي من المساهمين الأساسيين في عملية يعني حملة الزكاة عندنا. نعم. شو حابة توجهين كذلك سعادتك قبل لا نختم معاك المكالمة، رسالة توجهينها كذلك للمجتمع من خلال البرنامج؟ صراحة أنا حابة أكد أن المدينة منذ تأسيسها سنة 1979 هي تبنت قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا دائما أحب أن إحنا دائما نذكر في المدينة أن ذوي الإعاقة مش نحن بس نقدم لهم خدمات، هي خدمات بالفعل، بس هي قضية. لما تقول قضية الأشخاص ذوي الإعاقة يعني لازم نوفر لهم كل احتياجاتهم عشان حتى يندمجون في المجتمع ويكون في نوع من التمكين ليعيش يعني حال الأشخاص غير المعاقين. فهني دور المجتمع دور داعم في توفير هذه الأشياء اللي هم بحاجة إليها. إذا احنا وفرنا المواد اللي هم بحاجة إلها، أكيد بيكونون أشخاص داعمين، أشخاص منتجين قادرين على حتى أنهم يتحملون نوعا ما من المسؤولية. طبعا بعد نفس الشيء تعتبر مثل ما قلت أن يعني أحيانا بعض المؤسسات أو بعض الأفراد عندهم تخوف أن هل بتروح لمصارفها. نعم، لأن احنا خذينا الفتوى الشرعية، وبالفعل يعني وفي الفتوى الشرعية للزكاة، وحتى يتم توفير حتى يتم توزيع الزكاة على الأشخاص اللي هم بحاجة إلى الدعم للتعليم والتدريب.
نعم، الله يوفقكم دائما أستاذة منى، ونفتخر دائما بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على الدور الكبير اللي تبذلونه يعني اليوم في هذه المؤسسة الرائدة مع كل يعني الفئات، ما نتكلم عن فئة معينة، كل الفئات في المجتمع الإماراتي، فكل التوفيق لكم بإذن الله. شكرا لكم، وانتم ما شاء الله عليكم من الاشخاص الداعمين بعد للمدينه بوجودنا معكم اليوم او في سواء في الاذاعه او حتى في التلفزيون. الله يسلم، شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا اخوي احمد. حياك الله، شكرا جزيلا. شكرا لسعاده منى عبد الكريم اليافعي مدير عام مدينه الشارقة للخدمات الانسانيه، جزاهم الله خير، باذلين جهد كبير ومميز، وكذلك يعني ملحوظ ما شاء الله على أرض الواقع اللي نحن نشوفه أمامنا. الله يوفقهم ويجزيهم كذلك كل خير.